عايز اخدك بقى ابراهيم فيما يخص الارقام، الارقام لها دلالات، يعني المباريات الكم او اي مباراه الارقام لها دلالات حتى لو مش هي المؤثره بشكل واضح، ولكن لها دلالات كثيره جدا فيما يخص ارقام مباراه الاهلي والزمالك. خلينا نقول احنا قدام الفريقين احنا مجهزين الارقام لو نعرضها مع بعض. الفريقين طبعا النقاط، الاهلي متفوق على الزمالك بخمس نقاط. اللي ملحوظ من الارقام لما يتم عرضها، الاهلي والزمالك بيهدروا فرص كبيره جدا جدا من الفرص اللي بتتاح ليهم. احنا معانا ارقام الزمالك، خلينا نبدا بارقام الزمالك. انا ممكن اقول لك ماشي الزمالك، انا احكي لك. الزمالك لعب 13 مباراه، فاز في 7، تعادل في 5، خسر مباراة، سجل 22 هدف واستقبل 7 أهداف. بالنسبة لإحصائيات الزمالك أيضا، الأهداف المتوقعة النادي الزمالك 30.5، الفرص المصنوعة 125، تسديداته 156، تسديداته على المرمى 58، 37% نسبة النجاح، العرضيات 290 والعرضيات الصحيحة 76 بنسبة نجاح 26%. هو ممكن ناخد الزمالك الاول، نتكلم في الزمالك. زي ما احنا شايفين، انا هكمل لك بس اللي مكتوب على الشاشه. احمد مصطفى زيزو هدافي او هداف الزمالك، زيزو 5 اهداف، يوسف اسامه نبيه 4 اهداف، فتوح هدفين، عمرو السيسي هدفين، وامام عاشور هدفين. ناخد الاول ارقام الزمالك، هنشوف الزمالك صنع اكتر من 100 فرصه او 120 فرصه. هتقول لنا يا جماعه الصناعه تاني بتاعت الزمالك للتسجيل. قصادها الزمالك سجل 21 هدف، رقم مهول جدا. لما نروح للاكتر بقى دقه، الاهداف المتوقعه الزمالك المفروض ليه عدد اهداف متوقع 30.5 هدف، هو مسجل 21 هدف. ان يبقى جاب كبير لدرجه 9 اهداف متوقعه مش مسجله، ده دليل على اهدار الفرص بشكل كبير من لعيبه الزمالك. لما نيجي لقائمه الهدافين نفسها اللي بنشوفها، ما فيش ولا لاعب من اللعيبه رؤوس الحربه موجود في قائمه الهدافين تماما. لحد سادس هداف ما فيش ولا لاعب من رؤوس الحربه. الاثنين فراوده جايبين هدف لكل واحد، هدف لكل واحد. فنادي الزمالك بيلعب مع سيف الجزيري وسامسون من غير يعتبر راس حربه. الامداد الهجومي كامل من خلال احمد سيد زيزو، امام عاشور، احمد فتوح، وهم دول ابرز اللعيبه الهجوميه عند الزمالك وبيعتمد عليهم بشكل كبير. الزمالك بيخلق فرص كتير للتسجيل، لكن اهدار الفرص عند الزمالك كبير، وده مدلول ان الاثنين المهاجمين بتوعه جايبين هدفين من اول الدوري، وده رقم قليل جدا جدا على فريق بينافس على البطوله وفريق كبير زي نادي الزمالك. فالمدلول قدامنا ان نادي الزمالك بيقدر يخلق فرص، بيقدر يخلق فرص، بيلعب كرات عرضيه كتير جدا جدا جدا، ودقتها معقوله. بالمناسبه دقه الكرات العرضيه بتاعت الزمالك معقوله، لكن ترجمه ده كله في الاخر الاهداف ترجمه قليله، وده بسبب جوده راس الحربه، او ان لعيبه راس الحربه في الاساس لعيبه مش مناسبه قوي لاسلوب لعب الكرات العرضيه. ده نادي الزمالك. بالنسبه للنادي الاهلي نروح للنادي الاهلي بعد كده. النادي الاهلي مسجل نفس عدد اهداف نادي الزمالك، نفس العدد 21 هدف. لعب 13 مباراه، الاهلي فاز في 9، تعادل في 4، ما خسرش ولا مباراه، سجل 22 هدف واستقبل 5 اهداف. الاهلي طبعا اقوى دفاعيا، مسجل نفس عدد الاهداف. وبعد كده اشرح لي براحتك. اهدافه المتوقعه 40.59، الفرص المصنوعه 156 فرصه، تسديداته 195، تسديداته على المرمى 68 بنسبه نجاح 35%، العرضيات 274، عرضيات صحيحه 71 بنسبه نجاح 26%. عمرو السوليه هداف الفريق 3 اهداف، بيرسيتاو هدفين، كريم فؤاد هدفين، احمد عبد القادر هدفين، علي معلول هدفين، محمد شريف هدفين. احنا اللي قلناه الزمالك هنزوده اكتر شويه على الاهلي. احنا قدام الزمالك كنا بنقول ان قليل جدا الفريق باهدافه المتوقعه. هتقولنا يا جماعه الارقام بتاعت الاهداف المتوقعه تاني وابراهيم بيتكلم. الزمالك 30 هدف مسجل منهم 22، احنا قدام الاهلي 40 هدف متوقع مسجل منهم 22 هدف. رقم بالنسبه لفريق بينافس على البطوله هو رقم بالنسبه لي كارثي، ان فريق يبقى ترجمته للفرص اللي بتتاح لي بالجوده ده رقم كارثي. عدد الفرص المصنوعه للنادي الاهلي عدد كبير جدا جدا على 13 جوله، الاهلي بيصنع فرص كتير جدا لكن ترجمتها لاهداف سيء جدا، وده شفناه ترجم بفقد نقاط زي مثلا ماتش المصري البورسعيدي اخر مباراه في الدوري والتعادل، واضح جدا سوء استغلال الفرص. ونفس اللي قلناه على الزمالك هناك هنقوله على الاهلي، راس الحربه محمد شريف مسجل هدفين، موجود في اخر قائمه الهدافين الـ6 هداف الفريق عمرو السوليه اللي هو لاعب خط وسط، كريم فؤاد اللي هو باك اتحول لجناح، احمد عبد القادر. وهنا ليه بقى هنروح لبيرسيتاو، بيرسيتاو ضمن قائمه الهدافين، لعب مباراتين بس اساسي في ال 13 مباراه، سجل قد محمد شريف اللي بيلعب يعتبر كل المباريات اساسي، وده اللي خلى مارسيل كولر اول ما بيرسيتاو رجع. علما ان هو سجلهم في مركز المهاجم. هو اول ما رجع مارسيل كولر اداله على طول في مركز المهاجم المباراتين،
وده يفسر لنا ليه هو عمل ده، لان محمد شريف خد 11 مباراه سجل فيهم هدفين بيرستا، وفي مباراتين قدر يسجل هدفين وقدر يصنع هدفين بالمناسبه في المباراتين دول. فرق الكواليتي وفرق انهاء الهجمه الشاسع جدا بين الاثنين ده اللي بيخلي مارسيل كولا اللي يروح لبيرستا، واللي خلاه في ماتش سموحه راح لكهربا برده وتخلى عن محمد شريف وشادي حسين. هم شبه بعض بيرسي تاو وكهربا الاثنين تحركاتهم، لو شفنا الماتشين بتوع بيرسي تاو هتلاقيه بيتحرك نفس زي ما ابراهيم بيقول كده بنفس. صحيح. طيب.